هو دي كسر اللي على السيدي ميديا فضلا هدي انا بقى صوت تاسم سكراب سارو كم بيل كفرد ده وركي بود دم بيه ملح وين اللي حاف يا كل واقي ما بقول عصب يدور شو عصب اسلام الكاسين ما قاعوي جود يدور شو عصب حالك دو سوم الرب اما ده حيو او جوغ رئيس الوزارة خير هالكاسين اي كسو عطب دور شد كما قابض حل بانا دي ايو بارلمان كا يمدح وين ياشا حاف او قال كعيل جوغ اياشا لمركي او كسو دقي كسو هر جيس لدولة دي فيرا كسو مالي يمدح وين فرماج بلانتي او بحي ايا امين كوحا او كود واقعي قد يحسب اسلام الكاسين الدبر جب وين كو احمد حوين فرماجو ايا خير قرشه دي اها قل مدئين جسان ورد بيراد ايا صوبة حي الداوريال مدحوين اها مامو القبليت كقل مدوك احمد دعالي قيل حاف ايا حالي خلي الدم بمقعاوي قد الدورة شعص مالي كدب مركل او كسو هرجيس الدولة تثير الكسو مالي او قامي مدحوين فرماجو قرار وصو ساري حافا يو كم مقعاوي قد ايجا اوكا كومن كو اتوان خبنات وحانا او امري اين اي صوح رولان او قدن بين توان كبشان جنة ايو اسلام مركاسين اي صوح رولان حلوانا دي متل لها ما ملك عصب ايجا المدوب مدحوين حافا يا سيدو كلا قد ايجا فرايين قدومية يو كوحيجين كدورتان او قدن بين لبي اتوان كبشان جنة ايو اسلام مركاسين تاسي ايا سي وين لوغي يابي سياسيين تا ايو مامول قبالي دي ايو مدح دخران كا ايا سي وين اولي يابتي حلميان او دورشا اي كسو عطا دوسو مريب امين كا او مدحوين حاف او ودواقي كالكعيو تاسي او ليري وافولا كالي او قصوب ايو ارنتي اما دانيه لغا لها قلمدوك او قد دير قشي مغا عابيس تان ايا تيميد مالين او كد دي مركي او حاف او شاقي اينو لساقا تيخ ايا دستور كدالك ايو كان او غار كاه دولت قبالات قلمودوك او ديب اولا لابطي او دي او هري او وريجي وزير كاري ماها قدها اي حكومة فدرالك صوماليا سيرو كاري حاف ايا امري قوليه سوسير دا ايو دمان هولوانينا دا كلا امامو كا اينا اي كشاقو بلابان حفيسي دو دا او قدام بيشان اي توانك بيشا جنايو اي لباكون اي لباتنكا قدّي مامول ديسيت قلمودوغ ايا شالاي اخبالي لباتنك حلبان اي صوي قد بسي اهل السنة والجماعة تاسي او امو قطا اني او قدن بين حالين قد خلاف كي كده حيي دولة دي اهل السنة والجماعة بلسي تلابوين كالي او قاضي حاف ايا مقدي عصوب قليين كرا حالات دا قلمودوغ اسلام مركاسين رئيس الوزارة خير او كسو بان يهي مقال دو سمريب اسلام مركاسين او دونيو انو دي دبدا او تاقو قلمودوغ عصوب كسبها آتي حاف أيا إمنك وحا وكسوف عي ميل أيسان فيلنين دولة فدرالك صوماليا نحذين إيه جهوري رحوق دين أيا كسعودة مانتا حفيسية دك مفلة صوماليا إسلام مركاسين خيلتان أيا صوت بحي دون تاسا آتي دولة فدرالك صوماليا وحي كيه لدون تلمية خانة مدحوين حاف أو إمنك قال كعيو نعيه سلا صوبحي لنا عكر وركي قدام بيه سركال كترسن بطلان او لغو دلي فوصاص اسلام كاسين الدبلي هو بيسن ايه حبادة كفورين نين مسؤولة فطاهنو ديرادا اياك صوبح ايه دل حالي كوحو بيسن ايه جيستين مقالة فوصاص ايه حرون تاكوب الكباري دل كا او اهامد قرشيسن ايه ورق وحا اي شيك ايان ان لو جيست سركال سري او كترسن عيدن كبطلان او كسوغنا برطمها مقالة داسي فوصاصو مرحوم كل دلي ايا وحا لغو مقا عابي جري عيسى الدعالي سيدا اي ورباهن دو حقيقيان الى الديغان كاه او لغو كرسون يا اسلام مركاسين اي شيغين ان ننكاسي حبادة بلا لغو فري وررك ايا شيغي ان رك الدل كاكيستي اوكو بيسنا تستولة ده اي قوب دي ساقا بحسدين فالك كدب اسلام مركاسين ننكي هالكي اوكو نباحي سيدا كلا ايضا مكا ترسان كوة امنيغا اي دولت كوالي تبود لان ايا غاري قوب تا ييغو majro ila iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka magaalada iyo saraakiisha amniga oo la xiriirta dhacdadaasi isla markaasina sargaalkaasi lagu dilay sidoo kale ma jirtay wali wax sheegatay ama shabaab maysan sheeganin ilaa iminka ninkaasi halka lagu dilay muddooyinkii la soo dhaafay amniga boosaaso ayaa faraha ka sii baxay waxaana ka dhacay falal liddi ku ah nabadgelyada kuwaas oo u badan dilal qorshaysan isla markaasina dadka dilaya ay goobta iskaga baxsanayaan سيكس طبها آتي دادكي حقي فالكاسي جيستي ايا امينكا وحاليلي ياهي قوبتي وايس اغا بحسدين دينا اكل محال لوغا حدلي كولانكي قلاها شعبك ايمان تايس لماركاسين سبحان اي ولي كولان سيهين حلوانا دا قلاها شعبك اي بارلوانكا صوماليا ايا مان تتاريس وايكو بايكان تاي افرتا بيشي كوباد لوكن الى واتنكا وحا اي كولان كودي عاديقا اها كويا لان ايا حرونتا قلاها شعبك اي مقالة مقدشو عاصمة دلك صوماليا أجندها كلن كأيا أحكو وعذين تهشيس كد إن هشيس ك هشيس كدمان بقات كمالجشي كد إن درفية ربنا لبو أخرنتا أخرنتي سدحات وحكب دلك الشرع الدولي استريت كأيها وذا حلوانا ذا أيا ضد أذكر لها مالمه لصوت في الشرع الدولي استريت كأيها وذا
dalka Soomaaliya isla markaasina la doonayo in maanta gabi ahaanba la soo dhameeyo lana ansixiyo. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabtiya uu jiro kulanka baarlamaanka Soomaaliya marka ay soo xaadiraan isla markaasina qodobadaasi loogu doodayo. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa hor yaallo qorshe aad iyo aad u weyn, isla markaasina waxaa laga yaabaa ineeba 5 fadhi oo keliya oo ka harsan yahay xilligoodii December sanadkan ayuuna dhacayaa ay dhacayaan xildhibaanada federaalka Soomaaliya. Daawadayaal, halkaan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar oo kambeelka furo daawarkii ugu dambeeyey. Xiisadda galmudug ayaa iminka cirkis ku shareertay, taasi ayaa iminka khalqal weyn ku abuurtay siyaasadda farmaajo iyo khayre. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tirin doonaa daawada. Inala joog, caawo Axmed Madobe ayaa garab u doontay Imaaraadka Carabta, isla markaasina sidii ugu hor imaan lahaa madaxweyne farmaajo dhaqaale xooggana ugu weydiisan lahaa Imaaraadka Carabta, ayaa warar hoose soo baxaya inuu halkaas u duulayo, isla markaasina la doonayo inuu dabarjibiyo madaxweyne farmaajo oo xilligiisa sii dhammaanayo, isla markaasina weerar dhan kasta ah oo ku qaado. Hase ahaatee, wararka ugu dambeeya ayaa daawanaysaan daawadayaal subscribe saar Calan Sida Media. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ku wajahan magaalada Abu Dubai ee dalka iskutaga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu xiriir toos ah la leeyahay, isla markaasina garab uu ka helayo maadaama Imaaraadka Carabta ay si weyn ugu soo horjeedo dhaqdhaqaaqa madaxweyne farmaajo, isla markaasina farmaajo cadow ay la tahay. Hase ahaatee, Imaaraadka ayaa garwaaqsaday inay garab xooggan siiyaan Axmed Madobe maadaama dagaal dhan kasta ah oo kula jiro farmaajo. Madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland ayaa u aaday Imaaraadka Carabta inuu mashaariic cusub la soo saxiixdo dalkaasi, kaas oo ka saacidaya hirgelinta qorshihiisa cusub ee maamulka Jubbaland, isla markaasina sidau isaga celin lahaa madaxweyne farmaajo cuna qabateen dan walba ka saaray, isla markaasina inta ka harsan xil doorashadiisa madaxweyne farmaajo iska geejin lahaa ayay garab ku siinayaan wararka kasoo baxaya halkaasi. Wararka qaar ayaa sheegay in madaxweynaha diyaarad gaar ah ka qaadayso magaalada Kismaayo, taas oo ka imaanaysa Imaaraadka Carabta, inkastoo warkaasi xaqiiqdiisa si rasmi aan loo hubin, laakiin warar qaar ayaa sheegaya waxaa macquul ah inuu jeebkiisa ka qarash garaysto isla markaasina uu dhanka iyo Kenya maro. Si kastaba ha ahaatee, ma dhici karto in diyaarad ee Imaaraadka laga leeyahay ay si toos ah xadka usoo gudubto ee xadka khadka Soomaaliya, isla markaasina ay kasoo degdeg Kismaayo ee ka qaado, taas ayaa laga yaabaa inay caqabad weyn kala kulmi karto maadaama cilaaqaadkooda aad u hagsanayn Soomaaliya Imaaraadka Carabta. Waa inay amar soo siisa ama Muqdisho soo marta haddii ay soo qaado. Haddii aysan arrintaas suuragalayna, waxaa macquul ah ayaa la leeyahay in uu madaxweyne Axmed Madobe dhankaas mari doono iyo Kenya. Hase ahaatee, arrintaasi ayaan la hubin inay diyaarad Imaaraadka tu Kismaayo, Kismaayo tu Imaaraadka inaysan dhici doonin, maadaama arrintaas lagu qabsan karo Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa xiriir wanaagsan la leh maamulka Jubbaland iyo Puntland, kuwaas oo khilaaf ba'an kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne farmaajo, isla markaasina fallaago ka ah isbahaystay. Si kastaba ha ahaatee, ayay Imaaraadka Carabta labadaasi maamul garab siinayaan. Imaaraadka Carabta ayaa dhaqaale iyo mid farsamo ku taageero maamulkaasi, kuwaas oo sababay inay dowladda federaalka Soomaaliya ku raaci waayaan go'aankii ay ka qaadatay khilaafkii dowladaha Khaliidka, isla markaasina lagu go'doominayay dowladda qaran. Hase ahaatee, arrintaasi ayay garab isku haystaan. Waxaa la leeyahay Puntland iyo Jubbaland ayaa iminka khilaaf xoogan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay garab xoogan la leeyihiin Imaaraadka Carabta. Haddii warkaasi aan ka baxno, waxaa macquul ah maalmaha soo socda inay arrintaasi soo shaac baxdo. Si kastaba ha ahaatee, wixii warar kusoo kordha dib ayaad kala daawad doontaan Calan Sida Media. Thank you.